السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. حال الفيديو اللي بنات جيت به دابا خوتي وخواتاتي وعائلتي التانية، رد على بزاف ديال الحوايج اللي مقدرش نرد عليهم في انستغرام ولا في تيك توك ولا في أي حاجة. جيت نقول لكم بزاف الحوايج، والناس اللي كيسولوا واش أنا بخير كنقول لكم ولله الحمد، الحمد لله على كل حال. الموضوع ديالنا اليوم البنات هو راجل يسرى مود اختال 6 مليار ديال السنتيم، الناس كاراج علان وداها معاه لخارج المغرب ياك. بالامارة جبتها في 12 باليزة جراهم 6 مليار جراها وراي انا غدا والناس جارينها ليا وراي 6 مليار ديالنا 6 مليار. واش انا كنبيع ديامون؟ واش انا كنبيع الكوكايين؟ 6 مليار ديال شعر عباد الله؟ علاش ملي كطيح البكاكي كتشوف الجناوة؟ والغريب في الامر انا ما ضروني غير الناس اللي كلاو طعامي، غير الناس اللي جلسوا في داري، غير الناس اللي جاوني شعورهم بحالك وقديت لهم الشعورات، غير بزاف الحوايج، غير الناس اللي تقت فيهم سمعتوا هما اللي ضروني. فحنا ورا العيد سافرنا، علاش سافرنا؟ علاش انا بعدا خبرت على السوشيال ميديا ما بغيتش نشارك معكم حاجه اللي كنت ديما كنشارك مع حاجه زوينه. انا راجل من بعد العمليه ديال الكواد لقاو عنده كونسير وكان خاصو يدير الاشعه في المغرب، راجلي ما بغاش يدير الاشعه الوقت ديال رمضان الاخر، ولاو عنده شي اعراض خايبين وانا غنحشم تنقولها لكم لان الخوج ديالو ولا كحل. فانا دويت مع الطبيبه ودويت مع الناس على برا، فكان خاصنا تاني عيد انني نديه، وجدت معايا والدتي الصغار كانوا في عطله جبتو باش يدير الاشعه ديال اليون. تالي هنا حنا اوكي. خرجت من المطار جيت لهنايا، من بعد يومين كنتلقى الخبر ديال شوف تي في راجل يسرى مود دا 6 مليار. فهاد الخبر هذا خلى الناس خافوا على ديالهم ودفعوا الشيكات. حتى لهنا حنا مزيانين. انا كندوي على السي محمد ماشي عليا، لانني انا كانوا عندي التزامات مع ناس، فانا حتى شي واحد ما غيدافع في حقه، كلشي غياخذ ديالو. ولكن سبب هذا الشيء هي واحد الكلبه وشي واحد اللي انا لحد الان ما عرفتوش. نادو الناس كيعيطوا شيكات ارجعوا بمبلغ كبير، ماشي مليار ماشي جوج كيف ما تيقولوا. فراجلي انا مخدم مرتو حتى لدابا، انا ما عرفتش علاش نادو هاد اليوتيوبرات كيدويو يسرى دات 6 مليار. انا علاش ما طلعتش دويت في السوشيال ميديا؟ علاش ونفسيتي يا عباد الله محطمه؟ واللي تيقول راجلي ما مريتش انا غنحط لكم شوفوا انتم مع الريزلت في شهر 10، سمعتوا شوفوا انتم مع حالتي من بعد الخبر، كبدتي مشتة بزاف الحوايج كي غادا نقول لكم لا اله الا الله. وي ما بغيتش نبكي لان انا ما كيهمني حتى شي حد غنبكي عليه، وعمرني ما طلعت بكيت على شي حد ولا طلبت شي واحد من ديما كاده براسي. واليوم من هذا ولله الحمد ما تنطلب حتى شي واحد، انا جيت طلعت للتوضيح. اللي ما كنتوش عارفين على الفان ديالنا، اي مشاكل اللي كنت كنتخبط فيها في المغرب ما كيعلم بها غير الله. ها كانوا عندي مشاكل من نوع خاص، ها كانوا عندي تهديدات كبار من ناس كبار، والسبب من بعد نقول لكم بالدلائل وبكل شيء. فكنت كنتهدد، ومنين جيت لهنايا جا واحد السيد هنايا اللي ما عرفش القانون ديال هنا شنو تيقول، قال لي انا عارف بنتك فين كتقرا، بنتي اللي كتقرا من العام اللي فات وهي كتقرا هنايا، باغي يمشي ليا بنتي. فتنقول لك يمينا بالله الا عندك مشكل مع راجل وسير موت انت وياه، ولكن باش تجبد ليا ولادي اقسم بالله الا بقيتي شفتي الشمس كيفاش دايره، سمعتي الشمس ما غتشوفهاش، بدليل انك حطيتي الاوديوات ومسحتيهم. علاش مسحتيهم؟ كتسمع ولا ما كتسمعش؟ فاللي عنده شي مشكل مع راجلي يمشي يحلو معاه شخصيا. وراجلي عندك واحد الحاجه، راجلي راه ديزيبل، سير سول علاش نايا.
تقيق فيه تمشي للحبس. فما كيدويو اللي كيسوا ولي ما كيسواش. وحده جدي لما كتمشي ب 20 درهم محمد وجندن كدوي واحد المتسفيخه واقفه بغيبه ديال عباد الله حتى هي كدوي اللي القناه ديالو اللي عنده 6000 وعنده 4000 حنا اليوتيوبرات فين ما تعرفوا في دين امك اصلا شي ميريكان فين كنتي يوتيوبر فين ندوي على لالاك وكنبقى ديما تاش فوق من راسك وفوق من راسك خصك تعرف هاد القضيه هادي. فانا الا وقع ليا مشكل كيوقع المشاكل كيوقعوا لاي واحد اي واحد كيوقعوا لي المشاكل. وزيدون عمري ما شاركت مع شي واحد مشاكل اللي كانوا عندي ديال بصح لانني كانوا عندي مشاكل كبار وفوق ما تتصور كبار بزاف ومع ناس كبار حيت داك زبالون ديال داكشي الصغيوه نو كتسمعوا كانوا عندي مشاكل كبار وتهديدات كبار وعندي بالدلائل. وخاصكم تعرفوا واحد الحاجه ان اي حاجه الله يخلف عليها هشام المداح اللي علمها ليا كنسجل سواء معايا كنسجل اي حاجه غنلقى فيها الخطر عليا كنسجلها سواء فيديو او اوديو بالنسبه للتهديدات بالنسبه للابتزازات بالنسبه بزاف الحوايج. وعندي فيديوهات ديال التهديدات بالقتل وديال التهديدات بزاف ديال الحوايج. هادشي عماني طلعت وعماني قلت لكم وكنت مطاكية راسي براسي. فاللي عنده شي مشكل مع السي محمد يمشي منو السي محمد. سي محمد رميد راسي محمد. اما انا ما عندكم ما تصوروا مني ومني ولادي وانا ما كنعممش. انا كنعرف بعض الناس ديال الكراج على اليوم الله يعمر هذا انا واحد خينا وانا كندير هو غير يتفرج فيه وغير يعرفني تيقول لي انا عارف بنتك فين كتقرا يمينا بالله واللي خلق السماوات وتوصل لي لولادي اقسم بالله العلي العظيم الا باقي تشوف المغرب كيداير والا باقي تشوف الضو كيداير راه ما نتسماش راه انت والدك ما وانا والداني زبله حاشا امي. فكنقول لكم الناس الله يرحم لكم الوالدين راه الناس ديال التجاره ككل كيوقعوا لهم مشاكل. والمشكل اللي طحت فيه انايا كان من يد واحد اللي هو عارف شكون هو. فانا كلشي ان شاء الله غيتقاد مساله وقت كلشي غيتسوى كل واحد اللي كيتسلخل كتعطيك شويه 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 ترى شويه شويه اللي سبق العيب غيتابع القانون واللي ما سبقش العيب ان شاء الله غنبقاو نقادو معاه بشويه بشويه. انا يمكن ربي بغى لي الخير من هذه المجيه هذه لان المغرب كرهته وكرهت مواليه. هذوك الناس كاع اللي تشوف انا الخير كلهم ضروني واداوني. اللي قلت خويا ضرني واللي قلت اختي ضرتني كلشي ضرني وما ضرني الناس اللي فيهم الخير. انا ما ضرونيش غير شكون ضرني باغاني ما يهمنيش والله ما يهمني نقول باغاني معليش لكن الناس اللي دايره فيهم خير ضروني. صعيب الحال صعيب 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 الحال بزاف. كنقول لكم اللي تنقول هو خويا كيطلع عدويا واللي تنقول هي اختي كتطلع عدوتي ولكن على حسابها كيجيب. انا نقدر نسمح ولكن انا ما ننساش وكلكم كتعرفوني كاع اللي دار معايا لاصوت كتعرفوني مزيان شنو كنسول علاش قاده. فانا الا جيت لهنايا انا مضطره انني نجي لهنايا وزادو بلوكاوني جلسوا عليا باش نبقى هنايا. فانا كنت مهاوده نهار ثلاث مهاوده المغرب فاذا بكلشي عارفني ثلاث غنهود ناد كلشي بوطا كلشي ما عادش باغيين يديرو. فانا جلست بحالاتي انا ولادي واخا مشتين ولكن ماشي مشكل ربي كبير. واي واحد كندوي على راسي اي واحد بيني وبينه اي حاجه الا وحده طلعي جدي امك السما ونزني اللط سمعتي وحاشا الناس علاش غتجلسي كلشي غنقد معاهم. وواحد خينا اللي هو من اسفل السافلين خاصكم تعرفوا شنو اسفل السافلين من سبات ليه اللي دار معايا شي حوايج اللي ما كيتصوروش حتى هو ناض كيدوي ولكن راك عارف شنو عندي سمعتي يا غتبت. قلت لكم انا اي واحد كان كيدير معايا لافوت راه ما نعرفش ضربت شي في الساعه راه كنت كنسجل
واش عباد الله كانت لقات تهديدات بالفيديوهات وما قديت نخرج بها السوشيال ميديا، كانت لقات تهديدات بالمس بالجناوه وفي محالي وما دويتش وما قلتش انا مضروره راجلي مريض وما دويتش رغم ذلك صافره وساكته. ولكن باش يوصلوني حتى لهنا هذه غير حاجه اخرى. القانون ديال البلاد تما راه باك صاحبي، هنا راه ما كاينش باك صاحبي، هنا راه المرات هما المرات هما المرات هما الاولاد. هذاك راجل مريض وانا راجلي ما نويت الديل ديال حتى شي واحد رغم ان الاقاويل كثيرات وكثيرات بزاف. مدوزه الحبس انا، انا مدوزه الحبس، اشنو المشكل؟ ما كيشوفوني وما بغيتش نكبر لاني عندي فيديوهات غيطيحوا بناس اللي هما كبار، وعندي اوديوهات اللي غيطيحوا بناس اللي هما كبار، سمعتي؟ فبركه وانا قلت عشويه من بزاف لان عمري ما طلعت وعمري ما شكيت وعمري اما دوك اليوتيوبرات الزباله ديال اليوتيوبرات ما تهموني داكشي الزباله، واللي ما كنتش كنتسنى منهم انه يدويو عليا بالخير دويو عليا بالخير. وعباد الله وراه انا بعدا شوف انا شي انا المغرب ما بقيتش بغيتو وخليت لكم المغرب راه يهود راه ولاد يهودوا. انا ما عندي حتى مشكل في تصرف القضيه، شغل عندها شي واحد في المحكمه وشي واحد في البوليس تمشي تسوي تقولوا انا روشيرشي. انا ماشي روشيرشي، انا ماشي روشيرشي، ولكن المغرب وخليته ليكم وبلاد الحقاره وبلاد بوك صاحبي وبلاد ولاد الحرام وما فيه صحاب وما فيه جي والو 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 والو، كلشي كلام كلشي. قالك لو طعامي غدروني، قالك لو طعامي ضروني، ولكن انا ما ضريت حتى واحد. انا مع اللي رد حسيفته على عام زرب او خلينا راه هنايا رانا رجل هنا ورجل في المغرب، وانا والله ما نفدي دقتي والله ما ننسى دقتي والله حتى نفديها وربي كبير. ولما خيرة ولما خير يقيس لي في ولادي اقسم بالله ما بغيت تخرجي واحد الكلمه من فمي لكن ما تحبست. فحتى لهنايا وكنقول لكم اللي بوطاسي محمد شي حاجه يتبع المحكمه الله يسر ليه. اللي كيتساني شي حاجه انا ماشي ريشيرشي، اللي كيتساني شي حاجه غادي توصلوا حتى لعندو. وكنعتذر لاي واحد لان كان ضعف فوق من ضعفي الا واحد الكلبه واحد الشفاف ديال المدينه القديمه. سيري ديري ما بغيتي سمعتي. كنشكركم بزاف على السؤال ديالكم ليا وعلى الدعوات. ونزيدكم واحد الحاجه نقول لكم، انا ما كناش اسبانيا، انا من اسبانيا جيت لبريطانيا وعاش الملك تشارلز ما عاد سميتو، واللي قال انا راسي وقف لي على ولادي. انا محميه من الدوله البريطانيه وبالنسبه لك يقول اف بي كيبغي زعما يقول اف بي اي ماشي الاف بي اي الانتربول، راه ما عندهم حتى علاقه بالانتربول. المشكل ديالي راه ما وقتي لما هو ارهاب سمعتي، وسبب هادوك التهديدات وهذاك التخابيق اللي سكتت عليه هو اللي وصلني لهذا الشيء، هو اللي وصلني لهذا الشيء اللي انا فيه. فحال الوقت شي انا المغرب ما بقى عندي ما ندير به، ما بقيتش بغيتو. سيرو بصحتكم بمغربكم بصحتكم بنفاقكم بصحتكم بكل شيء ليكم، ولكن انا واخا هنايا انا كاينه ليه. وتحياتي ليكم وشكرا، شكرا للميمات، شكرا للخوت، شكرا للخواتات، كنموت عليكم. ويسرى مود غترجع للفلوكات وغترجع لكل شيء وكنموت عليكم. واللي بينو بين راجلي اي حاجه اللي راه هو دفع راه يتسنى تيقاد معاه، واللي راه هو باقي راه يقاد مع سي محمد. انا درت واحد المبادره وكنت مهوده ولكن هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي عطى الله. شكرا بزاف. بالنسبه سمحوا لي غنديزاكتيفي الكومونتيرات لان كاين واحد الاوباش غيبقاو يبرمجوا لي راسي وانا مستريسي وانا ربي اللي عالم بيا. اللي كيبغيني يخلي لي لايك، وبغيت هاد الفلوغ يتفرقع ديال بصح بغيتو يتفرقع، انا بغيتو يتفرقع. شكرا.